السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، أعزائي الكريمات، فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي ندير معكم فرض من فروض المراقبة المستمرة المرحلة الثالثة، وهو استمرار داك السلسلة اللي درتها معكم واللي بديتها معكم بجوج ديال النماذج ديال فروض النشاط العلمي المستوى الخامس، وكذلك اللغة الفرنسية لا كومبريونسيون دو ليكري لا غرامير لا كونجوغيزون لورتوغراف ليكسيك اي اوجوردي اون فا فير لا برودكسيون de l'écrit. غادي ندير معكم la production de l'écrit pour le niveau 5e année de l'enseignement primaire, palier 3. صافي؟ إذا مرحبا بكل متتبع جديد عاد انضم للقناة ديالي، أرحب بك وأدعوك للاشتراك وتفعيل زر الجرس باش يبقى يوصلوك جميع الفيديوهات اللي كنقدم. كنتمنى أنكم تزيدوا دعموا قناة تربويات مع الأستاذ محمد البخاري، وإن شاء الله غادي نزيد نلوح لكم الفروض وكذلك الدروس اللي غادي تهمكم وغادي تفيدكم إن شاء الله. إذا مرحبا بكم. إذا la production de l'écrit pour le niveau 5e année de l'enseignement primaire, ici il y en a deux questions. Donc la première question est dit complète le texte explicatif en utilisant les mots. Donc هذا لو تيكست اللي عندنا هنايا، هذا النص هذايا هو نص اكسبليكاتيف، يعني واحد النص اللي هو فيه الشرح. غنستعملوا هاد الكلمات هادو، دونك عندنا 1 2 3 4 5 6، عندنا 6 ديال الكلمات وعندنا 6 ديال الفراغات. صافي 6 ديال الفراغات، اذا كل كلمه فراغ. دونك بروغري سبيكتاكولير فوليمينو type d'écran, demander couleur. Donc, à demain, les kalimat, les radin ammar bihom, ça fait. Progrès, hiya, taqaddum. Spectaculaire, yani, mudhil, ou la mudhil. Volumineux, hiya, wahed l'haja kbira, ou la haja dakhma. Type d'écran, yani, nou'a dia l'chacha. Demander, yani, l'matlouba. Couleur, yani, l'alouen. Les postes de télévision ont changé. Les postes de télévision, c'est-à-dire, yani, l'marakis dial tilfaz, t'gayro. Yani, fhala, nqoulou tilfazat, t'gayrat. Yani, mabqaj dak tilfazat dial chhal hadi. Donc, il était, kifash kanat tilfazat chhal hadi? Kanat dakhma. Donc, il était volumineux. D'accord? Volumineux. Okay? كانت ضخمة. دونك il était volumineux et en noir et blanc. وكانت بكحل وبيض. صافي aujourd'hui اليوم grâce au de la technologie، يعني حاليا ولا بفضل ماذا التلفزه ولات مزيانه؟ فضل تطور ديال التكنولوجيا، يعني تقدم ديال التكنولوجيا. progrès de la technologie. progrès Donc, grâce au progrès de la technologie, le changement est mudhil et spectaculaire. Spectaculaire, ça fait spectaculaire. Donc, comme chat lié hadi ou hadi ou hadi, ça fait c'est très bien. Donc, le changement est spectaculaire. La forme est moderne. Yani shakl ou asri. Shakl diya tilfaza ou la asri. La diffusion est en yani shasha ou la nashar diya shasha kifash wala ou la bl couleur. Ça fait en couleur. En couleur. Bl alwan. Ça fait en couleur. Chat lié hadi. De haute définition et on trouve. De haute définition يعني بواحد الدقه اللي هي زوينه. اي اون تروف دو، وكنلقاو في هاد الانواع ديال الشاشات كنلقاو دو تيب ديكرون. داكوغ، دو تيب، جوج ديال الانواع ديال الشاشات. تيب ديكرون، جوج ديال الانواع ديال الشاشات، فين رقيقين صافي بلا اي انكورفي. بلا هي كتكون رقيقه و بلا، و انكورفي هي مقوسه ولا عندها واحد الكروره اللور. لا تيليفزيون ا اكران انكورفي اي تري. دونك لا تيليفزيون التلفازه اللي عندها ليكرون انكورفي، عندها ليكرون courbé et très kaina. دونك كاينه اولا مطلوبه بزاف. دوموندي تري دوموندي تري دوموندي. Car elle reproduit l'effet panoramique des écrans de cinéma. حيتاش كات بحال كتعطينا داك الاحساس باننا في السينما صافي، ولا لا اننا كنشاهدوا الشاشات ديال السينما صافي. سي بيان. دونك جو في فو لير هاد لو تيكست من بعد ما عمرناه. لي بوست دو تيليفزيون اون شانجي. اوتروفوا ايل ايتي فوليمينو اي اون نوار اي بلون. اوجوردي غراس او بروغري دو لا تكنولوجي لو شانجمون اي سبيكتاكولير. لا فورم اي مودرن. La diffusion est en couleur de haute définition et on trouve deux types d'écrans fins, plats ou incurvés. Courbé. La télévision à écran incurvé est très demandée car elle reproduit l'effet panoramique des écrans de cinéma. Donc, dès la première question de 22 jours, la deuxième question, suivez avec moi. Donc, la deuxième question, voici un mode d'emploi en désordre. Mode d'emploi, il n'est pas le cas. Faites la question, Tania. Elle dit, maintenant, il y a une chose qui va se faire.
صافي لو مود دومبلوا كيفاش كتخدم واحد الاله صافي غومي لو اون اوردر دونك غادي نحاول نرتبها او نرتب هاد لو مود دومبلوا اون اوردر يعني بالترتيب الترتيب ديال الاحداث صافي اون كلاسون لي فراز دو 1 ا 6 يعني بالترتيب ديالنا هاد الجمل هادو من واحد حتى لسته صافي سابيا نقراو اولا هاد الجمل ومن بعد نرتبوهم بوي فيريفي لا تنسيون دو ريزو الكتريك بوي ملي نشوفو بوي يعني هاد الجمله ما عمرها تكون الاولى صافي بوي يعني وبعد بحال كتعني وبعد ذلك صافي وبعد ذلك فيريفي لا تنسيون دو ريزو الكتريك شنو غادي فيريفي غادي نتاكد منين من التوتر ديال الشبكه ديال الكهرباء واش دايزه التلفازه ولا لا يعني الضوء واش دايز التلفازه ولا لا ريغلي ليماج اي لو صون يعني غادي نريغلو شنو غادي نريغلو غادي نريغلو ليماج الصوره والصوت يعني غادي نقادو الصوره والصوت يعني فوقاش كنقادو الصوره والصوت يعني من بعد ما نشعلو لا تيليفزيون صافي مانتونو الان vous pouvez vous installer et suivre le programme que vous avez choisi دابا يمكن لكم انكم تدخلوا او لا تتبعوا البرنامج اللي بغيتو اذا هذه بطبيعه الحال هذه انا اللي بان ليا هي انها اخر جمله غادي تكون هي placez le d'abord dans un endroit convenable placez le d'abord يعني حطوا اولا يعني غادي نحط هاد التلفاز اولا في واحد البلاصه مناسبه allumez le ensuite يعني شعل التلفاز من بعد après branchez votre appareil ومن بعد يعني برونشي التلفازه ديالك في الضوء برونشي فوتر اباري مزيان دونك هنا اللي كيبان لي بانه اول حاجه كيقولوا لي بانه خصك تبلاسي لو دابور دون ان اندرو كونفونابل يعني انك تحط داك التلفازه فشي بلاصه مزيان هذه الاول دو دو خصنا نشوفو واش دايز لها الضوء ولا لا اولا نشوفو واش الضوء كاين في داك البريز ولا لا هي دو بوي فيريفي لا تنسيون دو ريزو الكتريك ومن بعد نبرونشيو التلفازه ديالنا في الضوء 3 ابري برونشي فوتر اباري 4 من بعد غنشعلوها الومي لو اونسويت من بعد غنشعلوها من بعد غادي نقادو ليماج اي لو سون ريغلي ليماج اي لو سون سي 5 Et 6, dernièrement, maintenant, vous pouvez installer et suivre le programme que vous avez choisi. Donc, c'est le mode d'emploi de Bamratib. Alors, je vais vous dire que vous avez choisi le texte. Placez-le d'abord dans un endroit convenable, puis vérifiez la tension du réseau électrique. Après, branchez votre appareil, allumez-le ensuite, réglez l'image et le son. Maintenant, vous pouvez vous installer et suivre le programme que vous avez choisi. Donc, بهذا غادي نكون كملت لا فيديو ديال اليوم اللي كان كيخص فرض من فروض المراقبه المستمره اللغه الفرنسيه المستوى الخامس ابتدائي لا برودكسيون دو ليكري. كنتمنى انكم تزيدوا دعموا قناه تربويات مع الاستاذ محمد البخاري بالاشتراك والضغط على زر الجرس باش يبقى وصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم. كنت معكم انا الاستاذ محمد البخاري والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.